بعرف ايش فيك. لا دود هني خليني اقرب اظافرك. لا بنتظر يا عوري. بقرب شوي شوي ماما ما راح اعورك. يما نعم. ايش مقعدكم الساعة 11 الاربعاء؟ وي ماما ما تدري بناتك ياجلون نومتهم حق حصة العربي صح ولا لا؟ ايش تبون؟ يما نبي فلوس. ايش حقه؟ ابو نجاة وانت تبني بلاها هدية. والله؟ وابله نجاة تروح تتحمل بالعطلة وتي تبطش علينا وقت الدوامات ومصيبة مع معاشها 2000 دينار؟ تحسدين بنت الناس انت. مو حسد بس ترى احنا مو قاعدين على بنك كل سنه جايبت لها ياهل ما شاء الله عليها او مو زين دراستها بناتك ها دواوحهم على هالكبر بالشهادات ما مالت عليها. يما كل البنات بيحطون يبا تكفى بس 10 دنانير. يبا كل حط احنا ما حطينا ولا شيء. خلاص يبا روح اخذي من بوكي خلاص. فاروق ايش فيك؟ ترى مو مخرب البنات الا انت. سعد خلي يستانسون. علويا روحي هذيك الجنطة التواليت بطليها فيها اصباغ اظافر يبيهم حق بوج. ها؟ استغفر الله غربلوني البنات. فاي يبي المبرد اللي بالجنطة غربلوني. مشكور يبا. عفوا حبيبي. الله يما عندك تليفون ثاني؟ ما عندي تليفون ثاني. يما كاو اعطيني اياه، انا تليفوني مكسور، الله يخليك اعطيني اياه. يما عقلي عندي تليفون، انا ما عندي تليفون، تليفون ضاع بالافينيا. انتوا كم مره انا قالت لكم قلة الادب هذه بطلب منها؟ ليش تعبثون باغراضي؟ روح ردي مكانه يلا. لحظه. التليفون هذا. ما ادري. يمكن قديم. اي تليفون شريفه اختي كان خربان وقطتها علي عشان اصلح لها. اعطيني تليفون. فاروق ترى مو وقته لا تدهني. روحي بالشاحن. شنو فاروق ايش فيك الله يهداك؟ ترى يمكن البنيه حاطه صورها ولا حاطه الصور في جاتها. تدري اختي متحجبه؟ تدري متحجبه. وبعدين ما في واحده بتحط صورتها من غير حجاب بالشاشه. تلفون البنيه ما لك حق تمسكها. طيبه انا فاروق لا تنسى نفسك. يلا انت بعد مو خذيت فلوسكم يلا توكلوا على الله وسكروا باب وراكم. ليش انخبصتي لما قلت حق البنات يروحون يبون الشاحن؟ ايش خايفة منه؟ فاروق انت تشك فيني؟ انت اللي قاعد تشككيني فيك. فاروق لا تبطل التلفون، اوكي؟ قلت لك تلفون اختي، وبعدين هي حاطة باسورد. ايش فيك مصمم؟ تبي اريحك؟ ها. تدري انه طايح. كان طلقتك. لهالدرجة أنا رخيصة عندك؟ لا طيب بس هالتليفون فيه شيء شيء انت خايفه ان انا اشوفه. صدقني فاروق الاشياء اللي بالتليفون انت اللي راح تخاف اني اشوفها. شلون يعني؟ لما
فيصل اخوك تعور وكك كان بالمستشفى. كنت قاعد ويا واحدة برا مغطية وجهها بعبات. كانت طول الوقت تكلمك بالتلفون. قامت ونست تلفونها. وحظي خلاني أقعد نفس المكان وأخذ التلفون ولا يرن باسمك. تدري إن أنا رديت عليك؟ تدري لما أنا رديت عليك شنو قلت؟ تقول لها هلا حبيبتي. الكلمة اللي صار لي 12 سنة زوجتك أتمنى أسمعها منك، ويوم أسمعها أسمعها تقولها حق واحدة ثانية رفيشتك. بس أقول لك شيء يضحك، تدري إن هالكلمة أرضتني؟ طيب هذه كانت نزوة، نزوة وخلاص. لا لا فاروق، لا لا لا، لما أنا أسوي لك عشاك اللي تتحبه وما تاكله وتروح لها تتاكل معها دليفري الأكل اللي أنت ما تحبه، يعني أنا اللي نزوة. لما نترد ميت من التعب وتتنسى غرفة النوم وتروح مكتبك، يعني أنا اللي نزوة. لما باب صغير بالطوفة يخليك عايش معاها تشم ريحتك وتعرف عنك كل شيء، يعني أنا اللي نزوة. لما بيت وثلاث بنات وعشرة ما يخلوني أفهمك، يعني أنا اللي نزوة. لا مو هي، أنا نزوة. أنت كنت تدرين إن هي غادة؟ إيه أدري إن هي غادة اللي يربطني فيها الطوطوفة، أدري. أنت مو زعلانة مني؟ لا مو زعلانة، دام نهاية اليوم تي تنام هني مو زعلانة. قوم أكمل إيدينك، قوم. شلون؟ طيب شلون؟ شنو يعني شلون؟ انت مو زعلانة مني؟ مو متضايقة؟ حاسة ودك تسبيني طقيني؟ سوي أي شيء طيبة؟ ليش ساكتة كذي؟ ما ودك تكسرين الغرفة هذه كلها؟ بلى ودي. مدام وايد ليش ما تتكلمين؟ ليش ما تحجين؟ ليش ما تسوين اي شيء طيب؟ لا تسكتين. انا اسف.
آسف طيب، آسف آسف آسف.